شكرا لك شاذلي. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع عدد من ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بأن يعيد الله الشهر المعظم على جميع الشعوب العربية والإسلامية باليمن والخير، وأن يديم عليهم الأمان والازدهار. تتواصل في القاهرة محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في محاولة للتوصل إلى أول وقف طويل الأجل لإطلاق النار في غزة. وكانت القاهرة قد استضافت الأسبوع الماضي على مدار 4 أيام جولة مفاوضات تستهدف تهدئة في غزة لمدة 6 أسابيع، يتخللها تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث شاركت في تلك الجولة التي تأتي برعاية مصرية وفود من حماس وقطر والولايات المتحدة. نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية بالتعاون مع المملكة الأردنية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة عددا من الطلعات ضمن التحالف الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة من خلال الإسقاط الجوي على المناطق المتضررة بشمال قطاع غزة. وأعلنت القوات المسلحة أن ذلك يأتي استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة مشاركة في تقديم كافة أوجه الدعم لرفع العبء عن نقص الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة. شهدت مدينة القدس المحتلة استنفارا كثيفا عشية أول أيام شهر رمضان مع انتشار غير مسبوق للشرطة الإسرائيلية. وفي مدن الضفة الغربية قالت مصادر أمنية إن عدد القوات الإسرائيلية ضعف القوات المتواجدة في قطاع غزة، بالإضافة إلى وحدات الاستنفار المساندة للقوات الإسرائيلية في الضفة. وأشارت المصادر إلى أنه يوجد الآن 23 كتيبة من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بينما في قطاع غزة كله 12 كتيبة. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت مناطق بمدينة غزة وخان يونس ورفح، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي أن تقديرات الجيش هي أن القتال في خان يونس سينتهي خلال أيام إلى أسبوع. وأشارت المصادر إلى أن الجيش أنهى تفكيك لواء خان يونس، وقوات خاصة ستبقى في البحث عن المحتجزين وقادة حماس. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش يوشك على إنهاء الجزء الأخير من الحرب بقطاع غزة. وأوضح نتنياهو للصحيفة بوليتيكو الأمريكية أن القتال لن يستغرق أكثر من شهرين وربما 6 أو 4 أسابيع. في الوقت نفسه أكد نتنياهو أنه لا يرى أي اختراق في المفاوضات، لافتا أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بدون إطلاق سراح المحتجزين. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيواصل الجهود لإيصال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة والعمل من أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار. وأكد بايدن في بيان بمناسبة شهر رمضان أن سكان قطاع غزة يعيشون مأساة كبيرة، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل قيادة الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر. ختام موجز 9 فاصل، ونعود لحضركم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.